بنشوف كمان العمليه الانتخابيه من مختلف جوانبها. ويمكن هنروح معاكم دلوقتي لمداخله مع الاستاذ عادل السنهوري مدير تحرير اليوم السابع. اهلا بيك يا استاذ عادل، منورنا. اهلا بيك، اهلا بيك وبكل مشاهدي قناه المعنى. اهلا بيك يا استاذ عادل. التقيت انا واياك يعني في اكثر من استحقاق انتخابي على مدار السنين طبعاً الحقيقه طبعاً. يعني طبعاً. وتحليلات طبعا شرفنا بيها مع حضرتك كتير. شايف ازاي انتخابات هذه المره؟ ايه الجديد؟ ايه المختلف؟ ايه المتميز عن اي مره اخرى؟ لا مختلف طبعا، يعني انا اعتقد انه احنا لسنا امام مجرد انتخابات رئاسيه تجري في مصر، احنا امام فارقه بالنسبه لمصر والمصريين، لان هذه من وجهه نظري هذه انتخابات استثنائيه تاتي في ظرف تاريخي بالغ الحساسيه والتعقيد. فبالتالي انا اعتقد يعني رأى هذه هو كتحدي أن الدولة المصرية دولة قادرة، وأنه طبعا رهان في محله، لأنه المصريون عندما يستشعرون بالخطر المحدق حول الوطن والتحديات التي واجهها الوطن، أعتقد أنهم لا يخذلون أبدا الوطن ويحتشدون في صفوف ليس مجرد لا بأصوات، إنما هي رسالة للعالم الخارجي الذي يراقب الآن هذا المشهد الانتخابي، رسالة بأنه الشعب المصري دائما يصطف ويلتف حول وطنه في لحظات الخطر ولحظات التحديات. نحن أمام تحديات كثيرة جداً. ولذلك فهي انتخابات لها أكثر من زاوية، لها أكثر من بعد يمكن النظر إليهم. أولا النظر من الناحية الداخلية أن مصر دولة قادرة، لأنه كانت هناك أصوات تنادي بالتأجيل، أصوات تنادي بالتزكية، وبالتالي لكن القيادة السياسية كانت حريصة على أن تجرى هذه الانتخابات التعددية في إطار استكمال البناء السياسي الذي نتوقع له المرحلة القادمة يكون هناك أكثر انفتاحا، وبالتالي في إطار البناء التنمية الشاملة، لأن التنمية مش فقط تنمية اقتصادية وإنما تنمية سياسية وتنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية. فبالتالي إصرار القيادة كانت رسالة أولا أن مصر دولة قوية قادرة واثقة في أدواتها في إجراء انتخابات في ظل هذا المحيط المتلاطم. والحقيقة كان في تخوف يا أستاذ عادل برضو بفكرة تأثر المزاج العام للمصريين طبعا، يعني بقى لنا شهرين بنشوف مشاهد دموية وشيء يعني فوق خيال أي شخص، ولكن النهاردك أيضا هو رسالة. أعتقد أنه في لحظات بالعكس في لحظات الخطر المصريون يبهرون العالم ويدهشونه. ولو نرجع بس للفترة البسيطة جدا من 2013 وخروج المصريين، دستور 2014 والخروج المصريين، انتخاب كانت نسبة حضور لم تحدث في دول كثيرة. ثم المشهد اللي هام من وجهة نظري مشهد النداء الوطني في قناة السويس الجديدة، وإقبال المصريين على شراء سندات قناة السويس. فبالتالي عندما يدرك المصري بمستوى وعيهم العالي جدا ما يحدث للوطن، تجدهم يندفعون ويلتفون حوله لاختيار قيادة تليق بمصر وباستكمال الانجاز في مصر واستكمال المسيره السياسيه والمسيره التنمويه التي يشعر بها المصريون رغم كل الصعوبات. المصريون يتناسون دائما مصالحهم الشخصيه، دي رساله انا بقولها، في كل المصاعب وكل الظروف التاريخيه كان دائما المصريون ما يعلو فوق جراحهم وفوق معاناتهم من اجل مصر ومن اجل مصلحه مصر. عشان بس ما حدش يزايد يقول لك والاسعار وبتاع، هل الاسعار تساوي شيئا امام خطر وجودي يواجه الوطن؟ اعتقد انه في هذه اللحظات التضحيات بتكون تضحيات عاليه جدا، ويتناسى المصريين كلهم هم لان ليست هذه اول واخر ظروف يواجهها المجتمع المصري، لانها ظروف تتعلق باحداث تدور حولنا وتدور في العالم. هناك دول للاسف وطنيه انتهت ويعني تواجه صعوبات. وهنا عايز حضرتك اسال حضرتك سؤال يعني برضو انه
طبعا في مشهد مضطرب اقليميا، ففكره حدوث اصلا العمليه الانتخابيه واهميه انه نشوف مخرجاتها وازاي بتمشي وازاي ده ممكن هيكون ليه تاثير كبير علينا سياسيا واقتصاديا حتى بالنسبه لعلاقتنا بالعالم، فده برضو جزئيه لو حضرتك توضحها. راي وسؤال رائع جدا فعلا، انه بالفعل انك مجرد انك تجري هذه الانتخابات وتصر عليها لاهم استحقاق سياسي، خلي بالك انت بتتكلم على مش استحقاق برلماني يعني سواء مجلس النواب او الشغل، انت بتتكلم على اهم استحقاق سياسي لاي دوله، وما بالك فما بالك بمصر الاختيار اعلى قياده سياسيه فيها، اختيار الرئيس شخص الرئيس نفسه وتديرها وتدير هذه الانتخابات وتصر على اجراءها في ظل هذا الظروف. فاعتقد انه دي كانت رساله قويه جدا ان مصر دوله مستقره، مصر دوله متماسكه، مصر دوله قويه، ومصر دوله واثقه في شعبها وواثقه في قيادتها وفي التفاف شعبها حولها، والعالم لا يعترف الا الاقوياء. صدقني يعني العالم نحترم خلاص احنا فهمنا بقى ما خلاص الدرس يعني راس الذئب تعلم الحكمه زي ما بيقولوا. فبالتالي انا اعتقد انه العالم الان ينظر الى مصر انها دوله محوريه، دوله لعبت دور سياسي فاعل وما زالت تلعب دور سياسي فاعل، وهيكون بقى الانتخابات ونتيجتها هي الرساله الاهم والابرز يا استاذ. اهم شيء من وجهه نظر حضرتك، اهم شيء ان المصريون يرسلون رساله باقبالهم، لانه علشان يكون هناك شرعيه شعبيه قويه للرئيس الجديد للرئيس لامام العالم خلال الايام القادمه، وهذا ما يراقبه العالم. انا بشكرك، الله يخليك، شكرا جزيلا استاذ عادل السنهوري مدير تحرير اليوم السابع.